تعال نشوف التقرير الجارديان ده ونرجع مع حضرتك. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة عن قائمتها السنوية لأفضل لاعبي العالم، وتصدرها لاعب ريال مدريد، كما شهدت تراجعا كبيرا للأسطورة المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في الترتيب العام. وسيطر نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على القائمة بتواجد 4 من لاعبيه في أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، بينما حل في المركز الثاني ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بلاعبين لكل نادي، ولاعب واحد فقط من ليفربول ومثله من برشلونة. وبعدما كان في المركز الثالث العام الماضي، احتل محمد صلاح في الترتيب الجديد لأفضل لاعبي العالم المركز العاشر بتراجع 7 مراكز. وتقدم محمد صلاح اللاعبين العرب والأفارقة في القائمة، وجاء بعده كوكبة من نجوم المغرب، فاحتل أشرف حكيمي المركز 16، وياسين بونو المركز 43، وسفيان أمرابط المركز 49، وحكيم زياش المركز 63، ثم مفاجأة مونديال قطر عز الدين أناحي في المركز 79، فيما حل الجزائري رياض محرز أيضا في المركز 57. وتصدر ترتيب أفضل لاعبي العالم في 2022 الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو ونجم فريق باريس سان جيرمان، وجاء في المركز الثاني الفرنسي كيليان مبابي قنص باريس سان جيرمان، وفي المركز الثالث مواطنه كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد الإسباني. ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند جاء في المركز الرابع بعدما تألق مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني. وفي المركز السادس جاء كيفن دي بروين نجم سيتي، ثم ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وفي المركزين الثامن والتاسع البرازيليو فينسيوس جونيور والبلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد على الترتيب، بينما احتل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مركزا صادما بعدما جاء في المركز 51 عالميا.